بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. على بركة الله والتوفيق انطلق سابع أشواط هذا المساء، سابع تحديات هذه الليلة الذهبية بالرموز الأربعة التي شاهدنا بها الندية والمشاهدة الممتعة والمنافسة الحقيقية والتحديات الحاضرة على أرضية ميدان التحدي. يتقدم بالثانية لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وأنجاله الكرام على فوز الدواليب واختطافها للشلفة الذهبية، وكذلك فوز النحاس واختطافه للخنجر الذهبي، وكذلك حضور طواري وانتزاعها لشوطنا الثالث للعمانيات مع الشلفة الذهبية. والتهنية لسالم بن عامر المدهوشي، سلمت يمناك يا المدهوشي مدهش المضمرين، من قدم لنا أيضا الثلاثة الأسماء الذهبية في أشواط الذهب واختطفت أيضا الهاتريك في هذه الليلة. كذلك ذلك نهني هجن الشحانية على فوز الكنترول وانتزاع للخنجر الذهبي في شوط العمانيات القعدان. والتانية للشبل جابر بن سالم بن فاران، من رافق هذا الشعار وتابع مع انتزاع للخنجر الذهبي. نبدأ بداية جديدة لنتابع معكم شوطنا السابع لفئة الإبكار، لنرى ماذا تخفي لنا هذه الأمتار من منافسات وتحديات. فرقاطة على المركز الأول تعود الملكية لهجن الشحانية، تابعها محمد بن خالد العطية من قدم لنا رشفة ومبدي، من فازت معنا في صباح هذا اليوم في أشواط الإنتاج والمنتجين وإنتاج أم الزبار الذي تابعناه في صبيحة هذا اليوم حينما انتزع أيضا الذهب الشلفة والخنجر مع الاسمين المميزة التي رافقها المضمن المشاكب محمد بن خالد العطية. كذلك نتابع على المركز الثاني أنقرة لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الثالث التقدم من الفلوجة هجن الشحانية، من تمتلك الفلوجة سالم بن فاران المري، من يقدم لنا انطلاقة الفلوجة يا لذكريات اسم حينما رافقنا في الأعوام الماضية مع منافسات الكبار. يحضر هذا الاسم مركبا على هذه البطلة الحاضرة على المرتبات الثالثة. المركز الرابع أتابع وقار على رابع المراكز، وصلت وقار وكأن بها ثار تريد انتزاعه مع ناموس هذا الشوط ومع تيوتا لاند كلوزر بيكب. تحضر وقار وتحمل شعار الشحانية، يتابعها مضمر الكنترول سالم جابر بن سالم بن فاران المري، من يتابع لنا انطلاقة وقار. المركز الخامس غادم اليافل، وصلت اليافل لا تجفلون الجافل اللي على المركز الخامس، هذه اللي تحمل شعار الشحانية جابر بن سالم بن فاران، من يتابعها بعملية التضمير اللي باها تجفل وتنتزع سيارة هذا الشوط بانطلاقتها على المرتبة الخامسة. أعود إلى الصدارة لأتابع معكم مقدمة هذا الشوط، لأتابع يا الصياح أمور البداية أمور المقدمة مع فرقاطة. فرقاطة على البداية مع الانطلاقة تحمل شعار هج الشحانية، يتابعها العطية، يتابعها هذا الشاب المشاقب اللي شاقب في أشواط السرعة مع أيضا جميع الأسنان. يحضر هذا المضمر الخطير مقدما لنا انطلاقة فرقاطة على المركز الأول. المركز الثاني الله هذه أنقرة على المركز الثاني اللي تبدأ بانطلاقتها وتفر مع البداية باندفاعتها، تحمل لنا شعار هج الشحانية، يتابعها محمد بن خالد العطية. المركز الثالث واصل الفلوجة، واصل الفلوجة مع هذه الدور
الفلوشة الجميلة، تحضر الفلوشة مع هذه الصجة واللجة، يحضر شعارج الشحانية مع الذهبي المرافق لانطلاقتها سالم بن فاران المري. دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، الله، لن أعلق على المركز الأول بل سأعلق على أنقرة، أنقرة، أنقرة القادمة على المرتبة الثانية رغم صقر حجمها، إلا أنها تقدم الأداء الكبير، الأداء المثير بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. أرجوك يا المشاكب لا تقل لا شيء، خل عصاتها راك دوامنا بالإبطان مع هذه التحديات المثيرة، مع هذا الأداء المثير والكبير. أنقر مع السيارة، أنقر مع الانفراد ومع تقديم الإثارة بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، بدون أي أوامر. وفي رصيدها 3 نقاط، تحظى بالنقطة الرابعة في هذا الموسم، منتزعة للسيارة، منتزعة لهذه النقطة الثمينة، محققة هذا الإنجاز الكبير وبدون أي تعليمات تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز، معلنة الناموس. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية، التهنية لمحمد بن خالد العطية. لكن الله، أنقرة، أنقرة، أنقرة تفوز بالسيارة، تفوز بأول المراكز وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. نهنئك الشحانية والتهنية لك يا المشاقب، ولله درك يا أبو خالد. المركز الثاني وصلت فرقاطة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت اشتعال لسعاد الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم فيصل الثاني مع سالم بن عامر مدوجة. المركز الرابع كان الوصول من قبل فلوج لهجن الشحانية. خامسا وصلت الياف لهجن الشحانية. 7:24 جزء واحد من الثانية. التاني والتبريكات لهجن الشحانية على فوز أنقرة، وللمعلومية بدون أي تعليمات وأوامر، والتاني محمد بخادي عطية. أعطونا المركز الثاني. 7:24 4 أجزاء من الثانية. التاني والتبريكات لهجن الشحانية على فوز فرقاطة بالمركز الثاني، والتاني محمد بخادي عطية. وشكرا يا أبو شارب على هذه اللقطة الجميلة وعلى أيضا موافاته بتوقيتها الزمنية وأرقام الهجن المشاركة. المركز الثاني وصلت أو الثالث اشتعال 7:25 بدون أي جزء من الثانية. الثاني التبريكات لسعاد الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم فيصل الثاني، والثانية لسالم بن عامر المدهوشي. الناموس